دابا الحراك كان قال لي السكاره فيها جي بي فهمت كنمشيو كنشوفو السكاره في حركه ما كنلقاو الجي بي اس تلقاو الحشيش نري السلام عليكم خوش معكم كازا في الغرف فيديو جديد ان شاء الله اليوم معايا الدري كما كتشوفوا خويا جمال تحيه نازي الرباط خويا الرباطي الدري اخوتي جبتو لكم اخوتي باش يعاود لكم على القصه ديالو الدري كان عنده 14 عام حرق الاسبانيا اخوتي ودوز 3 سنين سانت اوف ماينورس ديال الخيريه ديال الدراري مينور اللي قام 18 عام وعنده تجربه خاصه وتجربه زوينه واليوم جي بارطاجيها معكم اخوتي وقال الاسئله اللي عندكم انسولوا انا في بلاصكم اخوتي ويعطيكم كيفاش جا من الرباط حتى لجا لاسبانيا وكيفاش عاش قصه ياك خويا جمال مرحبا عاودنا خويا جمال كيفاش درتي اول حاجه انت ولد 14 عام وطاحت عليك الفكره باش السلام عليكم سميتي جمال ولد الرباط انا بصح في الرباط تباره مسيره جوج بحال اي شاب مغربي كدا كيشوف بنادم كبر منه وكدا قناتي ديال الحومات تحاسس زوينتات كدا يعني تتشوف بنادم ما عندوش مستقبل انا فكرت القرايه ما يعني ما كانش عندي انا ديك العقل القرايه حتى الظروف ما كانتش مساعداني باش نقدر نقرا زعما في المغرب صافي بديت كنفكر كدا نطلع في حالي للغربه هو الحل الوحيد اللي كان عندي ونطلع في حالي للغربه وندير شي حاجه اللي غتفيدني في حياتي دابا انت ولد 14 عام ولا كتبان لك الغربه هي الحل الوحيد اخويا جمال ما بالك المستقبل ما كاينش في الرباط عرفتي راسك بانك شي الناس اللي كبر منك اللي فيشينك ما داروا والو قلتي نتغرب ودري صغير 14 عام تخيل معايا دري 14 عام راه صغير بزاف اخويا جمال غامرتي وتغربتي في واحد الوقت تعلمنا بزاف الحوايج كدا تخلي بنادم يعول على راسو وكدا واش فاش شنو بغيت نقول لك دابا فهمك 24 عام خويا جمال ياك تبارك الله داس خويا 10 سنين 10 سنين باش تغرب خويا جمال 10 سنين هو في اسبانيا بغيتك تعاودي كيفاش تغربتي من الرباط كيفاش جيتي لاسبانيا طريقه باش تغربتي بها وانت دري صغير انت ديما الدراري كنهضروا ما كنهضروش على دري كبير عارفين تحرك في باطا وحرك في لوكا حرك شي عيبه لا دري تخيل معايا 14 عام راه دري صغير بزاف راه فهمني خويا جمال نقول لك اخي كنت مريح في الحومه كدا صافي كنا كنفكروا كدا مشاو البنين صار بنادم يحرق الدرب تحت الرموكة وكدا صافي كنا خدامين ديك الساعة جمعنا شي حاجة صغار كتعرف كتمشي للسوق كتبيع الميكا اي بياسة فهمتي كتحرق على راسك ضروري ماشي مشكل ضروري صافي كتكون جامع واحد الكريرة في حالك عندك واحد الكرة ديالك جمع شي صريفك في الطريق دبر في راسك جامع شي العيب قصدت الوالدين تا هما عاونوني كدا صافي تحية الوالدين ديال جمال من هذا المنبر الله يخليهم ليا امين خلينا جميع مسلمين جميع امهات مسلمين المهم صافي الحركة مشيت عند الدار كدا قلت لهم يعاونوني زعما يكملوا لي ضروري يعاونوني في حالي دري 14 عام راه عاونوني صافي الحرقة الأولى كنمشيو كيمشيو معنا مراوات عندها مرأة عندها 40 عام بنت عندها 30 عام كلشي حاقد داكشي كلشي باغي يوصل لداك الغربة ويبعد من داك المغرب كلشي باغي يتغرب صافي بحال هكا كنمشيو بحال هكا شحال تغرب شي فلوك لا باتير من اصيل المرة الأولى صافي بحال هكا كنطلعو المرة الأولى كي ما كانتش مكتابة من الرباط قبل ما نوصلو حتى الأصيلة وهي معكسة تعكست من قبل ما تفتح حيت جات علاش حسيت باش تقول حتى العشران وسلمت عليهم وكدا الرباط بلاصتك خبار اما الحرقة الثانية والديا ما قلتهاش ليهم معبق مع الرقم انت في اسبانيا ضربت وفقت الاولى شماكة الاولى وقعت معك حرة السما والله تغرمت يقول لي تفرشي القرش يخرج لك من الماء وشحال الاولى كيفاش تغربت وفي شلاش عاودنا الطريقة مشينا خويا شنقول لك مشينا طلعنا فوق باترا بحال هكا كنكتشفوا بان الباتيرا متقوبه ماشي متقوبه عنده نقصه واحد البياسه اللي تكون تحت الموتور كتكون عنده واحد الطاب واحد الغطايه
تنكتشفوا بان ما كايناش فهمتي. تقدر توصل البحر موت والله يحفظك. شنو دار داك السيد بلاص ما يقعد دا ولا يحبس ولا يقول حتى الغدا ان شاء الله غادي نخرجوا لصق ليها الفرشو ويركب روحنا خرج ما على بالوش. المهم دير ديبار وصافي. الفرشي بحال هكا كندخلوا وسط البحر. نعم من اصيلك انت. غادي نفرشي. نفرشي وردت لواليدي غاديين في البحر بحال هكا صافي. حتى الموتور كيوقف لنا الماء تيولي كيدخل بنادم كيغواش بنادم كيبكي. شفنا كثر من الموت اخي. وانت دري عندك 14 عام راه غتخدم في الشارع غتحس براسك بحال ما فاهم والو صافي. بحال هكا صافي كنرجعوا فحالنا. وشحال عطيتو بعدا في العصير الحركه ديال العصير شحال بشي بحال عطينا بركه مليون لواحد. مليون بركه وشات الارض لكم ديالكم ولا لا؟ لا كان قال لينا راه مازال غنخرجوا. هو نفس خرج انا كان ثقه زعما فهمتك يعني بلادنا كتعرفوا وكذا صافي. ود اصيله تاو والطنجه والطنجه. وخرج بحال هكا خرجنا فحالنا ثانيه فحال الله كنت ما قلت اسل الدار باش ما يتخلعوش عليا. شحال بين الحرقه الاولى والحرقه الثانيه شحال ديال الوقت بيناتهم؟ ما كانش بزاف كان بيناتهم حد دوموا بحال هكا شهرين. صافي بحال هكا مشينا خرجنا بحال الله كانت نتشاف داك الشيء كتوصل كدا ضربتي ضربت وسقات كتوصل كتفرح كدا كتبغي تبكي في الضحك في البكا كتبغي فهمتي ما نقدرش نسعر لك داك احساس واعي فهمتي. وصافي بحال هكا تعرف المشاعر تبكي وما تعرفش تعرف علاش تبكي ولا تفرح ولا ما عرفتش شنو دير فهمتي. الغربة انت راه كتسمى مغامرتي بحياتك في باطيرة الزر الله يسر ديال الجن باتير كتسمى السوديا كتسمى الله يسر يخرج لك شي حوت. وحنا غاديين في البحر بوتي كتخرج لنا داك الدلفين ناض واحد من الدراري من بني من الليل داك العرق. المهم تحيه للدراري تحيه من الليل. المهم خرج الدلفين بحال هكا ويصفر عليه مع كيصفر عليه وحده يلعب معاك معاك صفر عليه مع خرجوا لنا كليك كورتيس عيط صحابو وبدو كيلعبوا لنا مع الباطيره وكذا صافي حتى الحراك كذا خان السايق كذا ناضي وقف الموتور فحال هكا بقينا كنساينو تما وكذا وصافي والحمد لله خرجنا صحالنا بخير. صحاب راسو كيلعب لعبه صفر قال الدولفين اجي احنا مدرب. المهم اخوتي صافي طلعنا لهنايا كتسمى كان خرجنا في الخوزيرات شنو تما ضربنا معاهم في السنترو فحال هكا. لا بعدا فاش خرجتي للخوزيرات لقاو لكم الكوارديا ولا خرجوا معنا الكوارديا فيتي دوكم الكوارديا واحد اللقطه تحيه لواحد الدري قنيطرة يا اخي ريده الا كان كيسمعني من لهنا. المهم تحيه للاخو ريده دريده دابا الحراك كان قال لينا السكاره راه فيها الجي بي فهمت. كنمشيو كنشوفو السكاره فحال هكا ما كنلقاوش الجي بي اس كنلقاو الحشيش مري فهمتي. بعدا دريده هذا كان الحراق الرايس تدا شارك كدا كان باغي يرمي داك الساك وكدا باش يكمل معخرك الكوارديا. فهمت شنو دار داك اسامه ترتق حد المدى وكدا أسامة. ماشي اسامه رايده يا رايده ترتق حد المدى انا دريت تحياني ترتق حد المدى قال لي ملي سيبتو داك الحشيش زعما انا بتو كاملين من مورا فهمت. وصدق الكوارديا سيفي الاخي بس يلا وصلنا للكوستا زعما الرمله كانوا كيتسناونا الكوارديسي في الرمله عيطوا لي ما تقول لي كانوا في البلايا وكذا صافي بحال هكا بقاو كيسولونا وخرجوا من داك ريدا هو اللي عنده الحسن الجري تيقول لي هو ما تيهدرش داك ريدا ما كيهدرش في الطاليا تيقول لي تبعني كيهدر معاه بالعربي شحال كان في عمرو ريدا؟ ريدا عنده نقول لك حد كانت عنده ديك الساعه واحد 20 عام وكذا كان ضرب معايا سكن معايا في طنجه تحيه لي مال والله باقي اون كونتاك مع هذا عندي فيسبوك كذا قول لي هرب شكارة ديال الحشيش شكارة ما قسمهاش معانا بفيكو باطاك والو هو ديك الساعه هو كان مايور سر الحال منع فهمش احنا بقينا انتوما شدوكمش داروا معاكم صافي احنا ديك الساعه اللي مينوريس كذا كيبقاو بوحدهم مايوريس المينورا هما اللي قامت 13 عام واللي اكثر من كشكر من مايوريس هما اللي اكثر من 13 عام حيت كاين كاين وبالنسبه لشي التعامل اللي تعاملوا الدراري ديال سبته اللي شدوا المينورا اول مره في التاريخ قلت المينورا غيرجعوا عمر المينورا ما كانوا كيرجعوا ياك اخويا اش نقول المينوريس عمرهم كانوا كيرجعوا شحال هذه يمكن حتى دابا باقي عمرهم رجعوا 95 ولا ما عرفت شنو
قال لك كانوا كيرجعوا المينوريس وكيخلوا مايوريس، كانوا داروا شي اتفاقيه مع حسن الثاني. المهم داكشي ماشي سوقنا فيه. المهم الدراري النصيحه اللي غنقول لكم والله خار خارت بيضة هادشي اللي كاين. اه الاخوش باش ميطراش في الفيديو ندير لكم زق ثاني. نكمل لكم خويا جمال، اخويا كازا، انا كازاوي خويا رباطي، فهمتي؟ راه 10 قديمه و10 طويله ياك خويا جمال. راه مضروب معايا في لاصا، راه ما كاين اخونا، راه كاين الليكا كلش دروا. يلاه تهلاو براسكم خوشي، نتلاقاو في الزق الثاني. ما تنساوش ابوني وكومونتير وجيم. الله يحفظك ليا بارطاجي هذا الفيديو، يطلع بغيتو يطلع ضروري يوصل ديك الرضا للحسيسي.